انت حر بعدك. وشكرا لاخواننا ساعدونا في ملفات ابو ظبي، انا لهم التحيه والاحترام. الوثائق بتاعت ابو ظبي وصلت. يلا بلوا صروا وقموا بعد ده. الوثائق وصلت. هتصفوا منه؟ الزول السرب، الزول السرب منه الكلام من الرزيقات طوالي كتره فات. فات. ليه؟ لأنه الحقائق مرقت. ليه؟ لأنه هو كان ما قدر يتحكم فيها ويسربت. عشان ما يكشفوا، ما يقبضوا، يكشفوا باقي الناس. قال أنا معي مجموعة وأنا نائب، أنا نائب الاسم ده. نائب المجموعة الماشية بتاعت الاتفاقية. عشان كده كتروا. خلينا نسمع وأوريك الزول اللي صفوه كيف. عشان تعرف إيه التصفير يتمر كيف. تصفيره زي تصفيه وزير الدفاع. أسمع الكلام ده ونختم به اللايف. لأنه أنت عشان لازم الكلام ده يقع عليك في راسك. عشان تعرف أنه هو بيقول في شنو. الكلام اللي هو قاله ده تعرف انه وراه شنو. صباح الخير، معك العلواني. العلواني الكتر، العلواني ده ما مات بعد التسريب، بعد قال موسى هلال طلع. خير ان شاء الله وجمعه مباركه عليكم. انا استمعت ل رسالتك بتاعت المصالح، واشكرك على هذا الاحساس الجميل والاخلاق الحميده التي تنم على اصلك يا حبيبي. أنا الآن في لجنة الناطق الرسمي باسمها ونائب الرئيس فيها لعمل مصالحات ما بين موسى هلال وحميدتي على مستوى السودان، لكن هي مبادرة أهلية فيها رجال الإدارة الأهلية في كل السودان. والهدف من الكلام ده نحن دايرين نوقف الحروب والكلام الكثير الداير ده. لحد هنا كويس. وجميل أنت من مشجعي حميدتي. حميدتي ده الآن مزروب بزريبة بتاع الشوك في داخل البلد دي، تحت اي لحظة ممكن يحرقوها فيه، لانه وقف ضد مصالح ناس كتار، والناس دي همهم الاول والاخير انه يقعدوا بالهامش واطراف المدن واطراف البادية، انها تكون في بادية ديك هناك مشغولة ببهائمة وما تشاركهم في الحكم. اي شغل من البادية في الحكم هنا بيجيب مشاكل، وأنت سيد العارفين وصاحب تجربة. نحن همنا الأول في الوقت الحالي أننا نحقق الفيدرالية في البلد دي ليستمتع أي إقليم بمنتجاته، وهمنا الأول والأخير أنه هذه البندقية تدخل محلها، عشان بدلها نستخدم المحراس ونستخدم القلم ونستخدم الطب الطبيب عشان يعدي دوره. كويس. القضية دي هم مشترك كويس. من الجميع. يعني النار دي لو ولعت بتحرك اي حاجه جنبها، ونحن شايفين السودان بالصوره دي ماشي على حريق. وبذلك بادرنا نحن اهلك العرب في دارفور كلهم على اساس انه نقعد نخاطب الناس ديل. كويس. وانت انت انت كويس ان معانا هناك في الروحل. كويس. الروحل والمزارعين انت معانا في الجروب داك هناك، لكن ان احنا عملنا حاجه ثانيه اسمها صناع المجد. صناع المجد ده قاصدين منه انه لازم نبني مجد السودان ده بين احنا البدو ديل، ناس الخلل بيقول لنا كذا وكذا ديل. احنا حقيقه اهلنا الزرقاء ديل دخلونا ما دخلونا بالله وتحملنا وجينا الوسط. انت براك شايف اللغه العجيبه الما شغاله دي، في عنصريه بغيضه طلعت. وسبحان الله الناس اللي اكلوا ثروات البلد واستمتعوا بها هم الان ولعوا العنصريه والضغط الكثير ده. كويس. ثم ثانيا اخواننا اللي بيجوا يتكوزنوا وعاملين فيها كيزان وبخلافهم وخلافهم برضه بعد فقد الحكم حينتقموا انتقام مر. انت تعرف الجبهجيه زي جمل الهايج. كلام كويس. ما بخلوا حاجتهم. فبذلك احنا هسه واعيين جدا للشغله دي. انتوا في البطانه لو انا محتاجين ان شاء الله هنتصل على ادارتكم الاهليه على الناظر بتاعكم، اذا بقينا في الحلول الراكزه ان احنا هنستعين باهلنا العرب عشان نحل المشكله دي تماما. صحيح ممكن نتفق حول حميدتي، لكن على شرط موسى هلال يكون برا في بيته، وان احنا بنعمل ضمانات وعهود ومواثيق على اساس انه ما يعملوا اي حاجه. انا اتصلت بمجموعه الصحوه وادوني الجرين لاند، واتصلت
السلطة بمجموعة تانية اسمها الحركة العدل والمساواة التصحيحية في ليبيا، برضو ادوني ضمانات. والان انا متحرك ان شاء الله همشي دارفور، معاي وفد كبير، هنمشي لاهل موسى هلال واهل حميتي هناك في المركز كويس عشان نحل المشكلة. الان انا ما دار ادخل معاي القبائل الافريقية الى اما اضمن انه تاني ما حتقوم مشكلة كويس. والحمد لله انا عندي وفد كبير وخاطبنا العمد والمشايخ الموجودين في الخرطوم امبارح، انا كنت مجتمع معهم. والرسالة دي انا كنت وجهت عليك، انا ما دايرة تطلع في الجروبات لكن دايرة ليك انت ده على اساس تكون للمعلومية. نظار البطالة هما الحل وهما السند لنا. كيف؟ يعني انتو وزاد المنصور العجب وناس رفاعة هنا وناس الشكرية وكل الناس كويس والبطاحين، المهم كل مجموعاتنا العربية، يعني احنا بسمونا المغاربة معاكم هنا، جهينة وفزارة وعطاوة ولخم وجزام، العرب الموجودين في السودان الأسى، نحن مسافرون الدخلاء ديل، نحن دايرين نعيد مجدنا ونربط نفسنا ربط قوي. الرسالة دي خدتها عندك وخليها ذاكرتك. نحن الناس اللي تبارك شايف الجروبات دي، نحن مهم نخش، بتواجهنا مشاكل كثيرة جدا لأنه بند العداوة بيقى عالي، وإذا ما اتمكننا من ضبط نفسنا وتوحيده هنروح في الرجلين نتيجه بتاعت غفله مننا. بس هي مشكلتنا ان احنا غفله، يعني انا ما داير اخاطب الطيب شنان، لانه الطيب شنان بعد مرات عاطفي جدا في الشغله دي، لكن انا اعرف انك انت ذو الحقاني. فنحن الان من امن تامين حقيقي، لانه المرحله القادمه لازم تكون حقتنا، مش عشان نحتوي حكم، لكن عشان يكون عندنا كلمه وفي هذا البلد، وزي ما نحن مثبتين اقتصاديا نثبتها سياسيا. فالرسالة دي عليك الله ما تنشرها برا، لكن اعلم انه اخوك العلواني شغال شغل قوي جدا وان شاء الله نتيجته بتظهر لي قريب، لكن ممكن تسير بقى الناظر بتاعكم انه انتوا ومعاكم الضباينة، انه يا جماعة والله الان في الوقت الحالي دي لازم نتوحد ولازم نضيف نفسنا. انا حتى هخاطب ناس بيتاي، إذا ضمنتهم بخاطبهم، لأنه الناس بيتاي عندهم شغل معانا في دارفور برضو، إذا ضمنتهم بكلم، ما ضمنتهم بسكت. أصلا أنا في النيل الأزرق ما دخلت أي زول إلا رفاعة معاي والمنصور العجب معاي وكنانة معاي، لكن باقي الناس تاني سبتهم ما اشتغلت بهم، حتى فلاتة بتاع النيل الأزرق ما اشتغلت بهم. فالآن حصحص الحق. شكرا لك يا حبيبي وربنا يوفقنا. فهمت الكلام ديتا؟ ده الزول منو ده؟ ها، في المكتب المؤسس ما تسمى بقوة تجمع الحامش العريض من الأعضاء المؤسسين للموضوع ده. وراه منو؟ وراه دكتور وليد ماديبو. كويس، ديل الناس هم ذاتهم صناع المجد. فهمت الكلام ده؟ جو سموكم والله يا أخي، ها، وين سموكم شنو يا جماعة؟ ها؟ بقول لكم احنا شنو؟ الحامش. هاي كقرابة نمشي سوا. داريت يخموك في برتان واحلى قاعدين في المعسكرات. يخموك في برتان واحلى قاعدين في المعسكرات. انت فاهم القصة دي ولا ما فاهم القصة دي؟ انت لسه قاعد في الزرايب ولسه قاعد، وانت هسه قاعد في زول قاعد يجي يقول دكتور جبريل ولا زول بيتكلم، ده ما دكتور جبريل، ما عنده علاقة بدكتور جبريل. الزول اللي هم صفوا انتهوا منه. انتهم انه مات، صور رسم منتشرة في الفيسبوك وفي الحياة دي مات كتلو. في حاجات كثيرة يسرروا، في حاجات احنا ما دارين نقولها، دارين نشوف العلوان اللي ذاته عنده تسريبات برضو يوم حنجيبها. قال انت زول عنصري، انا ما عنصري، دي الحقيقة، دي الحقيقة يا حسين صالح آدم. فهمت الكلام ده؟ دي الحقيقة. عشان كده يا جماعة لو دارين دولة مدنية، دولة السيادة، دولة القانون، يا جماعة الدولة لازم تكون موحدة ولازم يكون الجيش واحد. الجيش بيكون جيش واحد بس، لا يمكن انك انت تبني دولة وانت بتبني في ميليشيات، والميليشيات الحسي بتتضرب وبتقتل وبتستفز الناس في كل حتة. والله العظيم، ها، احنا بنبنيها بنفسنا. عليك الله، اسألك سؤال واحد،
زول في الجندويت بيكون اعظم، ها اعظم من العسكري بتاع الجيش. زول في جندويت بيكون اعظم من انسان في الجيش؟ ما ممكن يكون اعظم من انسان في الجيش، ما ممكن يكون اعظم. دار ابن دوله، هاي هيكل الجيش ذاته مش كعب، هاي انت خش لنا فيه هيكل، حمدت هيكل الجيش وخش جوا الجيش ما بتقدر. ليه؟ لانه انت سايقاك الحركه الاسلاميه. لو انت ما سايقاك الحركه الاسلاميه بكره داخل لازم في القوات الشعب المسلح، ده شر. دخل نفسك في داخل قوات الشعب المسلح وخذ القوات الشعب المسلح، لانه انت نائب مجلس العسكري، نائب رئيس في المجلس العسكري. داخل قواتك بتاع الدعم السريع وطوال انت بتكون قائد ثاني للقوات الشعب المسلح السودانيه، ولك الحق انك تعمل اي حاجه. والشعب السوداني من يقف معك هنا كده، احنا بنعرف انك انت فعلا صح دار تصنع مجد للسودان ودار تجيب سلام، لكنه دار تدوم تمشي صناع المجد للدوله العربيه، يبقى ده معناته احنا ما معك في الخطه بالذات، احنا ما معك. ليه؟ لانه انت ماشي تبني جنجويت ثاني من جديد، دار تقعد 10 سنه لقدام. ليه منو تقعد 10 سنه؟ اللي بيدفع الثمن منه؟ كلتوم وفاطنه وبتاع واولاد جبال النوبه والنيل الازرق ودارفور، ديل اللي هسه قاعدين في المعسكرات ديل، العبيد ديل لازم يندقوا ولازم انتوا جيوشكم تكون برا عشان العبيد ديل ما يقوم لهم قائمه في السودان. قال انا شاورت كل قبائلنا العربيه. القبائل الزنجيه ما شاورها، المحس ما شاورتهم ليه؟ قبيله زنجيه. انت فهمت الكلام ده؟ الدناقله ليه؟ قبيله زنجيه. ليه؟ لانه عفارقه. دين العفارقة كلهم دين عندهم عند الناس دين، احنا كلنا عفارقة. فهمتوا الكلام ده ولا ما فهمتوا؟ دي ما عنصرية، دي الحقيقة. والحقيقة الزمن ده قال له دار تقول نصيحة، كبروا كاسك، كبروا كاسك عديل. وانا كاسي خاطي، وانا جبت الدار اقول، الدار اقول في فترة السنة دي كله جبته خطيته، عصرته زي ده، زي عصرت الشغل الزمان. انا متعلم، انا اجيب الحياة دي خطة. دي ما حق، ما شغل حق الليلة. اتعلمت كده يعني. اتعلمت انه اجيب الملم 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 الملم، بعدك بجيب ادق في الفندق تين 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 تين، بكره الساعه 3 بتوقيت السودان الفندق في قناه الحوش بمشيئه الله سبحانه وتعالى. هناك الفندق، ما هنا، هناك الفندق الحقيقي، هناك فندق بورك في قناه الحوش. وزي ما اخواننا في المعسكرات اسمه الكلام ده كويس، بكره الساعه 3، الساعه 3 بتوقيت السودان، نهار ما ليل، بمشيئة الله في قناة الحوش. تعالوا شوفوا الفندق هناك. وأي زول لازم يعرف. ما في زول يجي يخمك أنه والله دي قوة الحامش العريض، دي ما قوة الحامش العريض. أبدا. والتحية للناس اللي ما عملت، ما وقعت في اتفاقية السلام. ليه؟ لأنهم عارفين أنه الدل ما بيجيب حقوق الناس كلهم. ما جيبهم منهم. شايف باشمهندس ضيف الله قاعد له التحيه والاحترام. الانسان اللي انا عرفته مشيت فتشته عشان اعرفه لما كان بشاكل الناس في نداء السودان في فرنسا، بشاكل انه كان صادق المهدي، الناس ما تخط يدينهم معه في حركه عدل والمساواه السودانيه الجديده. كويس. ومن ابناء منه؟ من ابناء المسيريه. شوف السودان ده، عشان انا اقول لك فيه احرار من ابناء المسيريه، لهم التحيه والاحترام. عشان كده السودان فيه احرار. لو ما كده كان كلاب اكلتنا زمان. كلاب كان اكلتنا زمان اتعشت بينا. لما مرقت قوات الدفاع الشعبي، مرقت الحركه الاسلاميه، والناس الجنجويد دي صدقوا لها، يصدوا لها اولاد اولاد المسيريه. هم صدوا لاهله. هم صدوا، قالوا ما تقيفوا، ما تخشوا في محل القتل، كفايه. رجعوا الدفاع الشعبي كله. وكان كم الناس دي؟ 600 ألف، 60 ألف، ده بس في ولاية قرب كردفان 60 ألف مجاهد من الدفاع الشعبي. خليك من أخوات مسيبة، قال لهم لا ما تمشوا خلاص ولا تخشوا، انت داير تصفق. أنا هنا والله إني دور سلام، تدور سلام هاي ما تخط يدك مع الأرزقية، ما دار ناس يموتوا هاي. خلينا نكون واضحين، خلينا نكون واضحين، ونطالب بتفكيك الجنجويد، نطالب بتفكيك الجنجويد وخش في داخل الجيش، في داخل الجيش يجي السلام عامل وشامل، هم يكونوا جوا الجيش. هم حسي كده الناو المفروض يخش، جه سلام ولا ما جه سلام، هم خليه يخش في الجيش. دارين بيهم شنو؟ شنو دارين بيهم؟
يقول لك لا دعم حزمي، دعم حزمي انت مراكب تاسر الجيش ذاته، ما دعم حزمي شنو يعني؟ ما نفس التاسر حقتك دي بيركبها العسكري، انت خليك في الجيش اركب اجري. لكن الحقيقه مره منو اللي بيقبلها؟ ما في زول بيقبلها، ما في، ما في زول بيقبلها. ليه؟ لانه واحد يجي يقول لك كلنا دعم السري. لا لا ما كلنا دعم السري، الا انت ما كلنا دعم السري. انت فهمت القصه ولا ما فهمتها؟ انت بتفوت الناس في الدعم السري ده، دعم السري ده الناس احس دايرين انه الناس اللي بتتكلم دي كلها ثلاث ارباع قبائل، انا ذاته من جند من جند من ضمن الناس، ثلاث ارباع قبائل موجوده في الدعم السري. انت فاهم القصه دي ولا ما فاهمها؟ لكن ابدا ده ما بودي الدوله اللي قدام، ما بودينا اللي قدام اصلا يعني. دي كلها ميليشيات، المفروض تخش في الجيش السوداني ونبني المجد للسودان. انت فاهم القصه دي؟ لكن ما قادر تفهمها انت. لما نيجي نتكلم يقنوا باخواننا، يقول لك ده اولاد زغاوي، يقول لك لا لا خليه ده مالنا ومالك، انت ده زول ساكت، عوان ساكت، ده بي ساكت. يجي يتكلم البر يقول لك لا 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 خليه، لا لا ده ما عندنا ما هو شغله. هوي فتوا عينكم يا اهلي، خلونا، انت ما عندك ما هي شغله، مش عندك ما هي وطنيه، انا وانت مش بجمعنا الوطن، خلينا ابن المجد بتاع الوطن، خلينا ابن المجد للوطن ونحافظ على النسيج الاجتماعي في جمهورية السودان. زي ما بيتكلم كاميرا عبد الواحد محمد نور بيتكلم في قصة أهلنا بتاع في الشرك بتاع الكجبار، عنهم ليه عدوا يوم الليلة ما عندهم حقوقهم، بيدوزوا فيهم لحد يوم الليلة. دي ذاته في صناع المجد ما موجودين، قالوا ما شاورناهم الأفارقة كلهم. طيب كويس، المحز أفارقة، الدناقل أفارقة، الفور أفارقة، ها كلكم كلكم أفارقة، هاي النوبة أفارقة. طيب انتوا 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 دايرين تبنوا دولة من انتوا؟ قلتوا نحن جينا جهينا، الناس الجينا دين دارين نعيد المجد عشان البلد دي نحن مسيطرين عليها اقتصاديا، سيطرنا عليها قال لك اقتصاديا، دارين نسيطر عليها امنيا، دارين نسكت البندقيه لانه وصلنا لهدفنا. ليه؟ لانه دقينا الابيض، يقول لك العبد تقو، العبد لو ما دقيته عبك جوعه، جوع كلبك عشان يتبعك. خلاص الناس دي هسه جات طايعه، وتعالوا بعد نحن خلاص نوقف تشاورنا مع اهلنا ومع ابنائنا في الحركات بتاع موسى هلال. يعني انت بتموت بتدفع ثمن انه يكون في اتفاق عشان يتم الاتفاق بين موسى هلال واسمه ده وحميدتي والكلام ده، انا قلت لك قبل كده انت ما قاعد تفهمه. فرجاء قوه الحامش العريضه اللي بيقولوها دي، والله والله وطالله دي ما القوه الحامش العريضه الحقيقيه. قوه الحامش العريض حركات المسلحه، القاده لقوه الحامش العريض قاده الحركات المسلحه كلهم. ما في زول يجي جديد كده يجيب لك جمجمه يجي خطه يقول لك انا قائد الدعم الاسم ده القوات الحامشه العريض. نحن ما في زول عنده حق يتكلم بقوات الحامشه العريض اكثر من حركات المسلحه، ما في. دير كلهم شنو؟ ثلاث ارباعهم، حتى اهل الكنابو، مشروع الكنابو يتولوا اهلهم. انت فهمت؟ انت ممكن تكون قائد في الجنجويد واسرتك كلها بتقتل، وانت تجي تمسك المجد هناك تمسكونا بالجنجويد في المعسكرات، وتجي تسوق قوات الحامش من هنا برضه. قوات الحامش طيب ناس كجبار خليتهم ليه؟ ليه انت بس متجيبين انه احنا في دارفور كقرابه دار تخمنا صح؟ ما انت بتقتل فينا سنين. ابقوا طيبين، كان بقي في العمر بقيه، نتلاقى بكره الساعه 3 بتوقيت السودان في قناه الحوش، وما حنسكت بصراحه كده، ما حنسكت ولا حنسكت. انا الجبن عار، حنوضح كل حاجه. واخواننا في حركات المسلح الناس الموقعات السلام لهم التحيه والاحترام، والوقوع الوحسي قاعدين جارين في موضوع السلام، عليكم تراجعوا نفسكم. ما ممكن انت تخطوا يدينكم مع الناس الكتلوا وانتوا بتتفاوضوا في السلام من اخر الدنيا لحد ما مشيتوا قطر وجيتوا راجعين لحد يوم الليله، لسه انتوا جارين ورا السراب. ده زي زول بيشوف لي السراب هناك يقول هسي بلحقوا بلحقوا، انت عطشان هاي ديك مويه، هاي هاي في الصحراء ديك مويه. انت فاهم القصه دي ولا ما فاهم؟ يا جماعه ايه اهتوا يا دكاتره، دكتور جبرين اخونا منه اركم الناوي، اهدوا ارجعوا ورا أعدو. تحية طيبة لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.